السلام عليكم. تما كامل تكونوا مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد التطبيق اللي دار ضجه في العالم. هذا التطبيق اللي سميتو بي نيتورك. شنو هو البي نيتورك؟ كيفاش نقدر نسجل فيه؟ كيفاش نقدر نجمع نقاط؟ وهاد النقاط واش نقدر نحولهم فلوس ولا لا؟ هادو اسئله كاملين غادي نجاوبوا عليهم ان شاء الله في الفيديو. اذا بي نيتورك ببساطه هي عمله رقميه فحال البيتكوين. كنا كنعرفوا البيتكوين، كنا كنعرفوا شحال ولات كتساوي دابا. حاليا وصل 37,000 دولار، اللي هو رقم كبير بزاف اللي ما كان حتى شي واحد كان كيتوقعه. في 2008 كانت كتساوي حتى شي حاجه البيتكوين، دابا ولات القيمه ديالها عاليه بزاف. هادشي علاش الناس ملي بانت هاد العمله الرقميه الجديده كلشي اهتم بهذا الموضوع، هذا اهتم بالعملات الرقميه، حاول على انه يدخل هاد لابليكاسيون ديال بي نيتورك ويجمع النقاط. حتى في البدايه النقاط كتكون سهله باش انك تجمع. اذا كيفاش نسجل في بي نيتورك؟ اول حاجه غادي تدخل بلاي ستور ولا الاب ستور، غادي تشارجي لابليكاسيون ديال بي اللي هو سميتو بي.com بي نيتورك. ملي غادي تدخلو غادي يطلب منك على انك تسجل. عندك جوج اختيارات، يا اما تسجل بالفيسبوك ديالك يا اما بالنيميرو التليفون ديالك، ومن الاحسن هاد الثاني هادي بالنيميرو التليفون ديالك. من بعد ما تدخل النيميرو التليفون ديالك غادي يوصلك واحد الرمز تأكيد، غادي تدخلو. من بعد غادي يقول لك الاسم ديالك وغدير اسم المستخدم في الخانه الثانيه. من بعد غايقول لك عطيني واحد الكود، هذا اللي هو الكود ديال الدعوه، شكون اللي دار لك الدعوه لهذا البرنامج هذا. يقدر يعطي لك شي صديق وكتعرفوا ولا شي حاجه. المهم الا بغيت الا ما كانش عندكم تقدر تستعملوا الرمز ديالي اللي هو سينوار، اللي هو هذا اللي على الشاشه هذا، وغادي يدخل معكم الابلكاسيون. من بعد سهل سهل بزاف كيف تجمع النقاط ديالك، ما عليك غير على انك تضغط على ديك النحله بالاحمر وغادي البرنامج ديالك غادي يبدا يجمع لك النقاط. وكل ساعة لحد الآن كل ساعة كتساوي 0.5 بي، يعني في كل ساعة غادي تجمع نص نقطة. التطبيق كيبقى خدام 24 ساعة، وكل 24 ساعة حاليا كتجمع 12 نقطة، اللي هو ساهل بزاف حاليا وما كدير حتى شي حاجة. يعني تقدر تسد لابليكاسيون ديالك، تقدر تفي الكونيكسيون، من بعد ملي كتدخل وضروري تكون عندك كونيكسيون ملي غادي تبغي تدخل لابليكاسيون، كتلقى على ان النقاط مازال تيتجمعو، وهذا امر جد ايجابي. ولي بزاف الناس تشجعوهم على انه يدخل لابليكاسيون ويخليها، يعني حتى ما غادي يخسر حتى شي حاجه في الاخير. اذا واش نقدر نحول هاد النقاط لفلوس؟ حاليا صاحب التطبيق قال على انه هاد بدايه ديال التعامل بالنقاط ولا تقدر تحولهم الفلوس ولا تقدر تشري بهم شي حاجه ما غاديش تكون بهذا العام، هذا غادي تكون حتى ديسمبر من سنه 2022. تماك ما غاديش تبقى تقدر تجمع النقاط بسهوله وغادي يولي صعيب بزاف، ومن تما فين غتزاد القيمه ديالها. دابا هو في المراحل الاولى اللي هو غادي يبدا يجمع في المستخدمين ديالو، المرحله الثانيه غادي يبدا يعرضهم على الاسواق، والمرحله الثالثه اللي غادي تبدا في التداول وغتولي عندها واحد القيمه في ديك الساعه. اذا ما حد فرصه باقيه، وتقدر دابا تدخل لابليكاسيون تجمع النقاط وتخبيهم، ما غادي تخسر عليهم والو. من بعد تقدر هاد النقاط تولي تساوي فلوس بزاف. راكم شفتوا مثال، ودابا راه كتشوفوا المثال ديال البيتكوين. 2008 راه ما كانتش كتساوي والو، دابا في الاسواق العالميه راه 37,000 دولار. اذا حاولوا تدخلوا لابليكاسيون، حاولوا تجمعوا نقاط. النقاط ما غتجمعهمش لحاجه لابليكاسيون، كتجمعهم بوحدها، يعني انت ما غتخسر حتى شي حاجه. حاولوا تجمعوا هاد النقاط هذا، وان شاء الله يكون خير من بعد. نتمنى نكون وفقت على انني شرحت لكم هاد التطبيق هذا وفدتكم شي حاجه. الا كان اي سؤال ولا اي ملاحظه خليوها في الكومنتات وان شاء الله غادي نجاوبكم.